أهلا وسهلا بكل سكان مدينة قلعة سرنا هنا بمقر دار الثقافة قلعة سرنا مهرجان الطرب الأصيل لجهة مراكش الأسفي بمشاركة مجموعة أصدقاء المرشحات. كونوا معنا في الموعد، مرحبا بكم هنا بمدينة قلعة سرنا وبالضبط بدار الثقافة قلعة سرنا. على بركة الله نفتتح مهرجاننا هذا المهرجان هنا بدار الثقافة، ونشكر كل الحضور وكل الحاضرين معنا هنا في هذا الحفل البهيج. نبدأ الحفل ديالنا بآيات من الكتاب. والآن نقف وقفة إجلال النشيد الوطني. لا جينا لمراكش مع نادي أصدقاء
أنشطة ثقافية في البلد اللي كيقدمها مركز التنمية لجهة التنسيق. وهذا المهرجان يمثل التعاون مع دار الثقافة شخص السيد المدير سي عبد الإله المدرشي وشخص سي عزيز الحلواني اللي تعاون معنا بزاف في هذا تنظيم هذا المهرجان. دونك باش نكونوا واعيين بالتفاصيل ديال هذا المهرجان عندنا أربعة ديال المحطات، المحطة الأولى هي الانطلاقة كاينة هنا في القلعة، المحطة الثانية هي غدا إن شاء الله بشيشاوة. دونك انتو كلكم مدعوين هنا بشيشاوة بحبابكم. المحطة مع السبت 12 نوفمبر كاينة في أسفيت، مرحبا بكم اللي بغا يجي لأسفيت مرحبا، دار الفنون في أسفيت. ونهار الحفل الختامي غادي يكون نهار 17 نهار نوفمبر في مراكش، وغادي يكونوا فيه جميع هاد الفرق اللي من ضمنها الأصدقاء المشاهد. في أسفيت غادي يكونوا مجموعة جسور اللي هي تاهي مجموعة تاهي، وفي شيشان غادي مجموعة تاهي. مغاديش نطول عليكم ونعطي الكلمة للسي عبد الإله، سي عبد الإله اللي مشارك بضيافكم اليوم وبضيافتكم. دونك كنكملكم وكنترجاكم باش تنتظروا تنتظروا، وهذا الشيء إن شاء الله راه غادي يعجبكم بزاف. ونعطي الكلمة للسي عبد الإله. تجدد في إطار فعاليات مهرجان الأصيل المنظم من طرف مركز التنمية لجهة التنسيق. هذا المركز هو مشتمل على مستوى جهة ورش أسفي، وكانت عنده تسمية تقديم التنسيق وكانت تسمية كبيرة. يشتغل هذا المركز مجموعة من الأنشطة التنموية وخاصة اللي عندها روح ثقافي وفني. هاد السنة حضرت الدعم الكاشف برامج أسفي المجلس ديال الجهة، وعندنا هذا الرحلة وكان لنا الشرف يس يس
Thank you.
Thank you.
Thank you.
شراب رايتات ولكن خاطر بعض الفضول خرجت واحد من الشرطة والفريق اللي وقت الهلال الحرب نصبت